ارتفع سعر صرف العملة الأمريكية الدولار بعد فترة تراجع وصلت به إلى أقل سعر مقابل الين الياباني، وجاء الارتفاع بعد تصريحات لأحد أعضاء اللجنة النقدية في الاحتياط الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي حول احتمالات رفع سعر الفائدة، مرتفعا بذلك سعر الدولار ليصل إلى 100.5 ين بعد هبوطه دون مستوى 100 ين للدولار إثر توقعات السوق بأن الولايات المتحدة لن ترفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، وظلت تلك التوقعات بشأن الفائدة ضائقة وضائعة على سعر صرف الدولار ما حد من ارتفاع سعر صرفه رغم الضعف الذي تعاني منه العملات الرئيسية الأخرى كالجنيه الاسترليني.